كرة من جديد في الجهة اليمنى عند فريق الثقافي الكرمي، إرسال كرة عالية، تدخل من قبل المدافع، جول جول جول. نمر واصف يصف الهدف الأول بطريقة مباشرة، أولى الأهداف في هذا الموسم لفريق الثقافي الكرمي. يا سلام يا سلام يا سلام، نمر واصف يستغل خطأ دفاعي قاتل لفريق مؤسسة البيرة، وأولى الأهداف لهذا اللاعب مع هذا الفريق، اللاعب القادم من مركز طول كرم، اللاعب المتميز في الجهة اليسرى، يسجل أولى أهداف هذا اللقاء. نتمنى بهذا الهدف أن يرتفع الرتم قليلا في هذا اللقاء، نريد أن نشاهد المتعة يا شباب، نريد أن نشاهد الإثارة. هنا الحكم لم يحتسب خطأ للاعب الثقافي الكرمي، كانت هناك متابعة، أبعد الكرة لاعب مؤسسة البيرة، لكن عادت من جديد. هنا اللاعب علي الزامل أرسل كرة عرضية لم يتعامل معها المدافع بشكل جيد، ولكن تابعها اللاعب نمر واصف بكل سهولة. اللاعب بلال الرامون، اللاعب رقم 4 في مؤسسة البيرة، أخطأ في التصرف مع هذه الكرة لتصل عند القناص، عند مرعب الحراس نمر واصف ليسجل هدفا لفريق ثقافي طول كرم. إذا نمر واصف